كثير من الجهلة ممن ينتسبون إلى هذه الملة تجده في أيام الشدة متسخط، تجده لسانه يقول كلاما قد يخرجه إن اعتقده من دائرة الإيمان، من دائرة الإسلام، معترضا على قدر الله عز وجل مثلا، أو سابا للدهر، أيام سودة، أيام مش عارف الله، وهكذا كلام، ها، ويلعن ويسب هذه الأيام. من الذي خلق الأيام وقدرها؟ من الذي خلقها؟ الله. فلا يليق بك أن تسب الدهر، لأن الذي قدر الدهر وخلقه وأجرى فيه ما أجرى إنما هو الله. قال الله عز وجل: لا تسبوا الدهر فإنما أنا الدهر، أي أنا الذي قدرته، وأنا الذي سيرته، وأنا الذي أودعت فيه ما أودعت. فكل ما يحدث لك مقدر بقدر الله عز وجل، فلا تسبن قدر الله سبحانه وتعالى.